معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري الدكتوراه العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب وجراحات. هكلمكم النهارده عن موضوع منتشر جدا جدا، بس للأسف المشاكل الكبيرة بتاعته جدا إذا ما تعالجش، مع إن علاجه بسيط وسهل قوي. هنتكلم عن علاج الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، سواء كان انزلاق غضروفي عنقي أو قطني. وهنتكلم عن تشوهات العمود الفقري وازاي نقدر نلحقها خصوصا عند المراهقين والمراهقات. هنتكلم دلوقتي ازاي نلحق الانزلاق الغضروفي. يعني ايه انزلاق غضروفي؟ يعني بين الفقرات في حاجه اسمها الغضروف، دي جوه حاجه فايبرس تيشو جواه ماده عامله زي الجيل، تمام؟ لما الانزلاق الغضروفي ده درجات، يا اما بيحصل بانش يعني زي بيبوظ اللي هو الجيلاتين ده يطلع بره شويه، يا اما بيطلع حبه كتار، يا اما بيتقطع الديسك خالص. طيب احنا ايه الهدف من ان انا شفت ناس في الانزلاق الغضروفي العنقي وصلوا ان الموضوع اثر عندهم على الاتزان، اثر عندهم على التنميل ووجع في الايدين، اثر عندهم في حاجات كتيره جدا. اثر في ناس بتقولي انا ساعات بيبقى الانزلاق الغضروفي دايس قدامي، بيقولي انا مخنوقه انا مش عارفه ابلع. متخيلين انزلاق الصداع، خصوصا الاكسوري بتاعتك اللي هو الاكسبتر، يعني ماسك الدماغ من ورا، بيعمل صداع من ورا. كل الاسباب دي بتبقى بسبب الانزلاق الغضروفي العنقي. الانزلاق الغضروفي القطني من اشهر حاجاته، خصوصا لو واخد الفقره الرابعه والخامسه او الخامسه والعجزيه الاولى، بيبقى عندنا مشكله حاجه اسمها عرق النسا. يعني ايه عرق النسا؟ يعني وجع واخد الرجل من فوق من عند الظهر جنب ونازل لحد تحت خالص خالص، وجع لحد واخد لحد السمانه من تحت، ده معنى عرق النسا. في حاجه اسمها ساكرو الياريتس. ساكرو الياريتس يعني الجزء اللي ماسك في اخر جزء في العمود الفقري، اللي ماسك العمود الفقري بالحوض من الجنبين. ده الالتهاب فيه فظيع، بيعمل صعوبه شديده في الحركه، وجع، بنصحى من النوم كاننا متجبسين. يعني اللي عارف توطي ولا عارف تصلي ولا عارف تروح تتوضى، كانك متجبس. ده الساكرو الياريتس او التهاب المفصل اللي ماسك الظهر بالحوض، اللي هو بيبقى اخر جزء في الظهر. في حاجه اسمها الالتهاب في العظمه اللي هي بنسميها بالعربي العصوص. الكوكسيديما دي، ده بيبقى التهاب في العظمه دي برضو من الحاجات اللي بتسبب الام مجرحه. من ضمن المشاكل اللي احنا برضو هنتكلم معاها التواء العمود الفقري. يعني ايه التواء العمود الفقري؟ اللي هي بنسميها اسكليوزس، وده ليه شكلين في الاشعه، يا اما بيبقى اس شيب يا اما بيبقى سي شيب. طبعا كل حاجه من دي ليها طريقه علاج مختلفه، ودايما هنصح كل ما نبتدي بدري كل ما نتلاشى اثار جانبيه كبيره قوي. اهم حاجه في حالات الانزلاق الغضروفي ايا كانت المرحله بتاعته، ان احنا بنعمل حاجه اسمها شرط فقرات بالكمبيوتر. يعني ايه؟ هنعرض لكم جهاز شد الفقرات وهنوريكم التاثير بتاعه عامل ازاي. شد الفقرات بالكمبيوتر ده جهاز بيعمل ايه؟ بيبقى كمبيوترايزد جاي من بره، بتدخل القيمه المناسبه، بنحسب حسبه معينه، لو عنقي او لو قطني بنحسب حسبه معينه احنا بنبقى حافظينها كتخصص مخ واعصاب، وبنبدا نشد الفقرات نبعد بحيث ان الديسك حتى لو ما دخلش جوه خالص بنشيل الضغط بتاعه من على الجذور العصبيه، ودي بتبقى اهم حاجه في مرحله العلاج. مع طبعا ان احنا بنعالج عن طريق الاجهزه اللي موجوده، الموجات الصوتيه والاجهزه الاخرى، بنعالج العضلات اللي فيها تيبس من كتر الالتهاب اللي حاصل في المكان، مع اجهزه مضاده للالتهاب، مع اجهزه عشان الالم، فبتنتهي المشكله. بس بنزود لما يكون في مشكلة، في حاجة عندنا اسمها vertebral basal insufficiency. يعني ايه vertebral basal insufficiency؟ لما يكون الدورة الدموية اللي بتغذي اللي ماشية من الرقبة للمخ فيها مشكلة، بنزود على الكالسل دي في الرقبة، بنزود عليها جهاز امريكي بيزود الدورة الدموية اللي واصلة للمخ. لو الدنيا مش محتاجه تدخل جراحي، لو احنا لحقنا الموضوع في الاول ومش محتاجين نوسع الشريان ده،
بنزود الدوره الدمويه، وفي حالات كتيره اتعالجت عندي والحمد لله الدوره الدمويه بقت كويسه جدا اللي رايحه للمخ. لما بيكون في العصب بتاع عرق النسا في الرجلين اللي انا قلت لكم الوجع بتاعه بيبقى واخد الرجلين كلها، بنزود على شد الفقرات بالكمبيوتر علاج للعصب نفسه عن طريق جهاز بيساعد على التئام العصب، وجهاز ده جهاز ايطالي وجهاز امريكي بيزود الدوره الدمويه بتاعه العصب. ده لما يكون عندنا عرق النسا او الوجع اللي بيبقى واخد الرجل كلها من ورا، ده بنزوده على الجلسه اللي احنا قلناها. نيجي بقى لعلاج التهاب المفصل اللي ماسك الظهر بالحوض، ده هنا بقى بنتدخل بالحقن الايوني مع الجلسه اللي احنا قلناها، بس بنشيل شد الفقرات بالكمبيوتر طالما مفيش انزلاق غضروفي، وبنعمل حاجه مضاده للالتهاب في التهاب المفصل ده، لان هو مفصل زي اي مفصل طبعا بيفرق وبيجيب نتائج كويسه، مع جهاز الماني اسمه سناكيل، ده يعني مسؤول ان هو بيحفز التئام الاعصاب وبيحفز الالتئام، ده بيحفز انه الالم يقل وبيعمل سيديشن كويس تسكين للالم في المكان ده. ده لو عندنا اللي هو الالتهاب بتاع مفصل الظهر، ندخل اللي هو ماسك الظهر بالحوض. بنزود لو في التهاب في العصعص بنزود عليها الالتهاب بتاع العصعص ده اللي هي العظمه اخر عظمه في العمود الفقري، بنزود عليها الليزر، لازم يتعمل ليزر في المكان ده لانه ممكن نتائج هايله على الجلسه دي، بس طبعا دي برده ما بيبقاش فيها شد فقرات كمبيوتر. يبقى زي ما احنا شايفين يا جماعه كل مشكله في الظهر او في الرقبه ليها علاج مختلف، يعني لما بنروح احنا مش كده لما باجي اعرفكم بنفسي دايما بقول لكم معاكم دكتوره رانيا سيد دكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، بعرفكم ان ده تخصصي واخده فيه ماجستير ودكتوراه، لانه زي ما انتم شايفين كل مرض ليه طريقه علاج معينه وليه جهاز معين، والجهاز ده ينفع هنا وما ينفعش هنا. فاضل لنا نتكلم على التواء العمود الفقري، ده بيبقى علاجه عن طريق جلسات بنعمل فيها، بيبقى عنده عضلات قصيره فبنعمل فيها اطاله للعضلات القصيره وتقويه للعضلات الضعيفه وتقويم للعمود الفقري في شكل معين عن طريق اجهزه وتمارين بتتعمل بشكل معين عشان نلحق نعالج الحاله، لانه طبعا التواء العمود الفقري يعني بيعرضنا لمنظر الحوض، بيبقى الحوض مش في مستوى الحوض والكتف مش في مستوى الكتف والعظمه بتاعت اللوح مش في، فالموضوع ساعات بيكبر ويبقى الشكل باين كمان من بره، فيا ريت ما نسيبش ولادنا يوصلوا للمرحله دي. بحبكم جدا وتمنياتي لكم بالشفاء العاجل.